ساحق للدبلوماسية الفلسطينية، وهذا تأكيد أن القيادة الوطنية الفلسطينية والقيادة السياسية الفلسطينية تعمل من أجل وضع فلسطين على المنبر الدولي ووجودها في المنظمات الدولية، ليس فقط أن تكون دولة بل دولة تستطيع أن تتحمل التزامات هذه المنظمة، أي لديها أجهزة شرطية وأجهزة أمنية قادرة على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين، بنفس الوقت لديها قضاء ونظام قانوني يستطيع مساءلة المجرمين الذين ينتهكون القانون الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني.